enfants et tous les martyrs chrétiens musulmans, avant de partir, ont crié ce chant. Libre, 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 libre. Ton chant vibre, vibre ton chant. Vibre dans nos cœurs, vibre dans nos corps, pour que le bonheur nous survive encore. Libre, 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 libre. Du Liban, le blanc du lait de la naissance, le rouge du sang des vivants. Buvons le verre de l'espérance, ensemble partout mieux qu'avant, réunis pour la renaissance du monde entier et du Liban. La 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 la. Buvons le verre de l'espérance, ensemble partout mieux qu'avant, réunis pour la renaissance du monde entier du Liban. Liban libre, libre, Liban. Liban libre. عملنا بتيشن وراء كنا نمضيها دعم للمسيرة التحرير، لمعركة التحرير، دعم للعماد عون مشان تنمضى بكل المناطق من كل اللبنانية، وحتى انمضى عليها كمان أجانب من كندا ومسؤولين بالبرلمان الكندي، وهالإمضاءات هيدي كانت تنبعت على لبنان دعم وتأييد لهالمسيرة هيدي. هذه المواكبة داخليا لحرب التحرير ترافقت مع تحركات للبنانيين في الخارج، فشكل هؤلاء مجموعات عمل لمؤازرة الحكومة الانتقالية وقراراتها، إن معنويا من خلال نشاطاتهم في الخارج، وإن سياسيا عبر اتصالاتهم الدولية لحث المجتمع الدولي على التحرك لرد الاحتلال عن لبنان. اللبنانية العايشين بالانتشار كانوا عم بيتابعوا كل تطورات الأوضاع بلبنان. كان اصلا بلش في حاله عفويه شعبيه داعمه لمواقف الجنرال عون لما كان بقصر بعبده. تواكب هيدا النهار اكيد اول يوم بمتابعه التلفزيونات، مع العلم انه وقتها ما كان في كتير بس بالاقمار الاصطناعيه، يعني كانوا اللبنانيه باتصال دائم من خلال الاتصالات الهاتفيه والاذاعات عم بيتابعوا شو عم بيصير بلبنان. وبلشت التحركات بطريقة عفوية. البادر قوله انه بفرنسا كان في كتير جمعيات متعددة، اول شيء على صعيد باريس كان في كذا جمعية بكذا حي بباريس عم بيساهموا كل واحد عبر معارفه واصدقائه بمساعدة ودعم النضال بلبنان، وكان في كمان جمعيات قائمة بكذا مدينة بفرنسا، بليون، بمرساي، بنيس، بتولوز. وكذلك الامر كان كل واحد عم يشتغل بإطاره هو، بإطاره المستقل. مع الوقت صرنا نكتشف بعضنا. وليكن لنا شرف الوقوف وراء قائدنا البطل دولة الرئيس العماد ميشيل عون. عشتم وعاش لبنان حرا سيدا مستقلا. فعليا بحرب التحرير كان اتصالاتنا مع منظماتنا مع الدولة الامريكية من البيت الابيض للكونغرس وللسنت للتوعية على شو الحقيقة اللي عم تصير، لانه كان كل الاعلام اللي عم بيصير هو ضدنا عالميا. فواجباتنا كان انه نوضح الوضع وليش الجنرال اعلن حرب التحرير وليش ما كان في اي خيار ثاني الا لحرب التحرير. كان في مظاهرات صارت قدام البيت الابيض للجالية اللبنانية، ناس كل امريكا اجوا عليها وبينت فعالية الوجود اللبناني بالولايات المتحدة. RPL يلي هو الرسامبلمان بور ليبان بفرنسا، يعني التجمع من اجل لبنان بفرنسا، انخلق اول شيء كحالة سميناها فيدراسيون لكذا جمعية. كان كل جمعية لما اكتشفنا بعضنا تبعت شخصين مسلوبة بالاجتماعات التنسيقية، وكنا على تواصل دائم مع القصر الجمهوري، خاصة مع الجنرال أرسوني يلي هو كان مسؤول عن الإعلام بقصر بعبدة.
كان على طول يحطنا بالأخبار وشو عم بيصير ويعطينا التوجيهات. لكن مع الوقت لما حسينا نحن كناشطين وكنا بعدنا حديثي العهد، يعني لعنا اتصالاتنا السياسية بفرنسا ولعنا علاياتنا الإعلامية، كنا مجموعة شباب وبنات، القاسم المشترك تبعنا هو القرف من الوضع بلبنان وإرادة المساهمة بتغيير الوضع وخروج الاحتلال من لبنان، ما كان عنا أي إطار. لكن مع الوقت شفنا أنه لازم نعمل ورشة تنظيمية، نعمل ورشة إعلامية، نعمل ورشة سياسية، نعمل ورشة دبلوماسية، وأنه لازم الجهد يكون موحد بين كل هذه الجمعيات. كان في مدام فريدريك دونيو يلي هي كانت زوجته لوزير خارجية السابق جان فرانسوا دونيو، كانت على طول على تواصل دائم مع لبنان، وكانت لما تجي بعد زيارات على لبنان تروح تجرب تحرك كذلك الأمر السياسيين الفرنسيين للمساهمة ومساعدة العماد عون بنضاله وحكومته. بقى بخلال إحدى اللقاءات وجدت كانت هي بعدها جاية من لبنان مدام دونيو، عملنا لقاء عند نديم فريحة وصار فيه كنا شي 50-60 شخص بعتقد، وكنا قاعدين كلنا بالأرض وعملنا اتصال بالجنرال عون وحكينا وقتها كلمة وقال بتمنى عليكم توحدوا كلكم الجهد وما يكون في انقسامات، وانتوا تكونوا بعد لبناني في الخارج وتكونوا موحدين، ويلي بطلبوا منكم سموا حالكم التجمع من أجل لبنان الرسمبلمان بور ليبان، لأنه هيدا بيعبر عن إرادتكم أن نكونوا كلكم مجمعين من أجل هدف واحد يلي هو اسمه لبنان. في كندا عملنا عالم لبناني ضخم، صرنا نحطه بكل إيفنت نعملها، نخلي العالم اللي متحفين واللي حابين يمضوا عليه تأييدا لدولة الرئيس العماد عون ولمعركة التحرير صاروا يمضوا عليه، وصرنا ننقله من منطقة لمنطقة، من أوتاوا لمونتريال لتورنتو لوينزر لهاليفاكس لكل المناطق اللي في إلنا تشوت فيها، وبفانكوفر وبكل المناطق صارت العالم تمضي عليه وتحط أسميها بكل وضوح دعما وتأييدا لمعركة التحرير. 13 تشرين الأول 1990، دوى مع صوت القذائف المتساقطة على قصر بعبدة صوت مجتمع دولي وأطراف داخليين يرفضون سيادة لبنان وحريته واستقلاله فيسلموه إلى الاحتلال. إلا أن إرادة اللبنانيين لم ترضخ، فقد يكون خسروا معركة لكن الحرب مستمرة.